متابعي الأوفياء، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. وأنا جيت لكم عاوتاني المحطات الحرية. هنا يا أخوتي كما كتشوفوا كانت فيه التوسعة ديال الترام اللي شملت لينا من هنايا من الجهة ديال مستشفى مولاي يوسف، وهبطت لينا حتى الاخر ديال القمره. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كاين عندنا السوق ديال الخضر من هاد الجهه، من هنايا من الفوق واحد السوق ديال الخضر غادي يحولوه اليوسفيه، راه كيبنيو فيه. يلا وصلوا دابا للبنيه التحتيه، دوزوا القواد ودوزوا التيوات ديال الماء ودوزوا ديال الواد الحار، ودابا خدامين في الاساسات باش يبنيو الجهه ديال الخضره، فغيكون والجهه ديال الفريكوات والجهه ديال البوست ديال المخزنيه الاداره. خدامين سوق كبير غيجمعوا فيه ثلاثه ديال السواق، السوق ديال سلا والسوق ديال تماره والسوق ديال العكاري. هذا في المجموع اخواني اخواتي، اللي مازال ما شافش الفيديو غتلقاوه في اول تعليق. هذا التيران المركب غادي نمشي لكم من هنايا باش تشوفوا لينا اخر المستجدات بعد الاصلاحات اللي دازت لينا من هنايا. هنايا كاين عندنا ليكيب ديال بي اش، وكانت عندنا ليكيب ديال هورو لوجيستيك. غنمشي لكم حتى للراس وغادي تشوفوا التحولات اللي كاينه عندنا هنايا من الاول حتى الاخر. واخا ليكم معايا هادو باركينغات تزادو جداد ديال المؤسسة والتيران. هذاك الباركينغ تزاد ديال المدرسة. هذا الباركينغ الزاد ديال الثانوية. هذا الباركينغ الزادو ديال الحي. والشارع كما كتشوفوه وسع، الإنارة العمومية تحطت في بلاصتها. واخا ليكم معايا هنايا الاصلاحات ديال المسجد. Thank you.
شغال داز واحد الاستراتيجيه واعره. كان انا واحد السوق تاع عمر ما تقدرش تدوز هنايا من وسط الشارع، صحاب الكرارس وصحاب بيع وشرايا الربيش كيكون هنايا. هاد العمارات هما ديال بريرك، دوك صحاب دور الصفيح اللي كانوا من التحت كيطلعوا على البحر بناو ليهم هنايا، وكاين اللي عوضوه وكل واحد كياخذ النصيب ديالو. هذه الجوطيه ديال الخردوات، الخرده نضرب لكم فيها شي طوره. لا تبلاش ندير لكم واحد الدوره خفيفه ظريفه. الجوطية كاملة يلا كاين فيها واحد الطابلو، ضربت على واحد الطابلو، واحد الطابلو واعر. هانتوما من غنمشي على يدي اليمين، على يدي اليمين هو بالكادر ديال النحاس، داك النحاس مسطي غيكون هذا شي دوك الطيور ديال اللي كانوا مسدودين. شوف هنا هو داير بها داك الكادر ديال النحاس وفي هذيك التصويره ومسيني. شحال من خطره كيكونوا هذوك الكادرات اللي دايرين ديال النحاس كيكونوا ذهب. كيبان بحال النحاس ولكن كيكون ذهب، صوب من الذهب. كيكونوا هذوك الديور ديال النصارى اللي مسدودين اللي كيريبوا دابا هاد الايامات في لونسيون. لا دابا غادي تدخل دابا تما كاين دقدق. صافي هادشي اللي كاين، هاداك بياسة وحدة اللي كاينة في هاد السوق كاملة، بياسة وحدة اللي كاينة هو داك الطابلو هو اللي كاين. صافي هو اللي بلي هنايا راه حيت دابا هادشي ديال الشوطية كيمكن لك تربح فيه 100%، هادشي القديم وتقدر تربح فيه
حتى ل 200 و 300% وتقدر بياسه تلقاها تغير لك المسار ديال حياتك كامله الا كنتي تفهم فيها المسار ديال حياتك. هذا هو الشارع اللي دوزت لنا الاورولوجيستيك مع بي اش مع لا مليف. خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك وانا مشيت.